والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، عانشوا إلى كتاب الرهن. كتاب كان الحقوس أفصيعي وأقايب قناعسي معامل كالسوق كاملة وحرهمت أما عراد لجرا هذا وقف كمركي حق السحاق يا حقوق جيران أما الدين لسيها هاتو أما معاملية قناعسي هنتيرو يسابو معاملوي قعانتي سكوشي تهان نقوتو أما الدين تبقى الدين قناعسي هان نقوتو وحامرك قاركو الله باهدا واحدة مانا دا أولاقا هايو سيلو وكالسونا دو إنان حقي حقي سيشيري لمن حقايا دمي دمانا داسي لابا ميد بي نقوتا مردد بي نقوتا دمينتا ويرادانا مسؤولكا قفكا وحي كي مادا يهدي لبا وايو هانتي دي حاله ولا عرارو وسي خلطا كلو صدا مردد با دمينتا بابكا سوا بابنو إمان دونو باب الضمان أيالي يرهدا وحا بابكا شبهو إسنين أو إمان دونا وحلا إلى باب الكفالة. كفالة نواقف حقوق لوها يستو حبس لوها يو وقف كلا ودون يو إنو بناك إسكسو تشوغي إنت حكم كلا قار يو أما حقيقة لغا صوتابان يو سورا قاضي مسؤولية كيريس دي سي سوحرين تيس هذه قفكي دمانات لغا ربا لغا قاضي ياي أي دمانات هنتي إيا مالا نقطو باب الرهن با الله إلى هذا ولغا هلا ساس درتت سوق قرعسيو مركي الله معامل إيا الله بالصباب والله بضبا دمانات وامدة أمانته ويسكا ويالاتا ضدكونا إني معاملان ويقنعسي الأحمر كما مارمان صادرت قفك استميا قال قفك استرى ما أميني كرو وامرك اللواذي حتى قفك اللي أمين سنة بالربا وحسي كان نقوم كران أيام تنسي سبت بدشو باي موقفك يا ضميرك ضدكونا سبت بدرا شلي سوى اسكفي علابو مانت اسكح مان كرا شلي سوى امن هانا مانت وحس دوا مريا وان نغن كرا كنعسي وحس ويدارسي اما الديني وحلا اساسينا يا مركا يتهينا قفكو حوليه سي انو كالسورية اما نهر وقباهنا يا صادر تدبي علمات انو كهر لين احكامت اللحرين رهانتا اما دماند اما عراد لوضع قيبود ومرنا اي دتهي وباب الضمانية هي كفالات كيو مرنا أي مالية هنتي تهاي وباب الرهن هي كذا الله هنتي دي مالك مرك يتهاي وانت أحكام بدن باكر دلنا إيسا محان نقوم كر الرهن وحي الرهن تأسير الله لما عاملية قفك الرهن تأني محا تصرفية مالكي سي وبنان وحي هدو من فعالية هيا انتفاع صنية وحي هدو خرشو بها هيا مصاريف يا خرشك يا مصاريف تي بحنية هدي هدو وحي تعدي لغو السمية يا ادو ذا يوضتك يا قبصانية ونكي الرهانتي وهيسي مسننكي لها هدي بنكي الرهانتي وهيسي وقعانتي سويحي كوحو معضو ميال لقي مينية هنتذي بها هدي عدك لقعانتو تكون لنتو وقفك لا وحيانو أول يرى هذا قيمه كان قيمها سرهان من نقر يا مثل نقر ماي هدي هذا ودين تيل بحين واي أربط محل غصة مين يا قضية يا سير مثال غو قضية يا كت قان كذا يسكله هدي بحوله الرهان تلا دقي حوله هذا الحين من نقر كرتا تمارض ما دقي كرتا هدي لا دقي هذا يا مامورة يا سائل كأحكام تا إد كواي كوكله والرهان تي أحكام تي هذا لحريرة يا كتاب الرهن اللي راه دونا مركه وحو يري مركه كوبات لا يس قران كان لو شيغي هرتا اصلان رهنتو الى سبحانه وتعالى ديمها وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا
فرهان مقبوضة رهان لك قدومي يسو ديبا هذا سفرته هنا المرقاتية قرانية وحويدان رهان تهدبا واحد حوله كام قناة ضمانة دي كالسوري الله يستوي لا يصح رهان ما أصحه إلا بإيجاب وقبول إيجاب أرى وقفك لكب حير رهان تاه وحدين إياه يقفك كلو أقبلي أقبلا دي سي وحدين إياه ينوبا هنا حولي أنت دي قفلو دي بيو سياب بلان بالي سوكو دي بيو لابا قعمو نوو كلا قدبان دين بالي سو سيا أمانا لي سوكو دي بتا هديد إيهي بالي سو سيا قناع سيبا لو كلا قدبان قتا حقوق مغريد بالي سو عليا حولي هنا قفك رو دي بيسو قاب كيبا دي بيبتي وإن أف أما قرى لغو عدايا ما الدين ولا هذا علي نيسا ما هدية يهبا ما أمانة وكوها ينيا بسوا الضمانة هنتي حولا حقا قجرة كاقا أول ليسا هذه هنتي دي حولا هلها يبحين يي وإن عدايسا أطقيح ده السقارة وإنو أقبلا أقبل كيساسي وحو أساس كيهي قا حولها للاوريغي مسؤوليات باكا دلانايا لبا لبا دبا وي كينيسا انو اقبلا ان لو باهي هوس عاديه ماركا كوباد خولahan iney rahan yihiin iyo damaanad inuu aqbalo waxay ka dhigantay hadhow kuma doodi karo aniga lahayo la isoo celiye deynaan kula haabay ahay sadaqad iyo hadiyad bay ahay midna ma dhig kara hadhow markaa waa uu qofkani cadeeyo inuu rahan iyo damaanad xoola ugu dhiibayo si wajka uga baxday loo ogaado qofka kalena waa inuu aqbala inay rahan iyo damaanad tahay aqbalka waxaa labaad oo ka dhalanaya xoolahan markay mas'uuliyadaada galaan xuquuq baa ka dhalan doonta mas'uuliyad baa ka dhalan doona hadii aadan aqbalin mas'uuliyadaasi ay kugu fuusho ma laha saas darteed marka rahantii aqbasho aqbalka wixii ka dhalanaya waa mas'uuliyad aadna dushaad u ridatay waay saas darteed ايجاب يا قبول ايجابك وقفك هانتي ديبايي دغايا ارايغه يا قورالكا كا ايمانايو انو خولahan رهان بان كوغو ديباي تاي اقبل كنا وانا اقبلاي يا هيه يا وايهي يا وانا غولاداي دنا رهان تاهينايا اي هانتيدو حقيس دما اسغاي وخا يرانايس وي فاي شروطها دي لا شرطيو هذا شروط ما لو خيري كرا xoolaha rahantay dhiganaysiya damaanada adoo shuruud mi xiran karta ha oo maya waxay ku xiran tahay jawaabtu maxay tahay shuruudu shuruudu sadex bay noqon karta laba waa la ogol yahay midina ogolaanshiye diidaba ma laha wixii inta ka soo hareeyna maya fa in shuruudu hadii la shardiyo lagu xiro fihi fi rahani rahantii la dhigayay مقتضاه وحو دغستو وكيريسي رهانتا لا دغا وخي كبا دلان لها حداد سي ادكايسو وحاتري رهانتا وحا لو دغا دي خوريي لغا وايو اني يدا لا غاتو لغا غوستا حقي حداد تيرا رهانتا نان كو ديباي بشردي خوله يدا بخي وايي اني يدا لو غادو لغا غوستو وا تمام حدادان دهي نسام بي نقول لهي هذا ترين يدين باتسيات كيسي أما كتقدم المرتهين مرتهين نكي الرهن تهيستي إنو هر مرأيو به بالرهن وكو هر مرأيو محو هر مرأي هدي دايما بدان لغو ياشو وحوالها قيا هنتي دادو حراشا النقضان نكي الرهن تهيسي حقي سهرتها لغاقويو وحي كسو هرانا dadka deynta la halo qaybiya hadana sida uu bayba noqon lahayd hadaan dhihin xaata ka taqaddumil murtahidi ninkii rahanta taada hadaan aragta waliga taa ku dheef la leeyraada waa ninka hantida haysta ilaashanaya waa shardigaasi hadaa tirina waxa uu hadaan dhihin nasaan bay noqon lahayd hadaa tirina waxay noqon lahayd in baasiyad kaysay dhimaalaha shardiga noocaas
أو مصلحة أما وحي الدني وجرته للعقد هشيز كيدن لحمري كالإشهاد إن مرخات الله يرى هذه اعتراض بشرط هشيز كيدن مرخاتي رؤيا شو يدنا والله أقبري واي هشيز كاد قشان بيد الدني وجرته إن نوان متكين إنكرين وندفرين أو ما لا غرض أما وحن دنبا لغالا هين فيه إساق واحد دنو كجرته ومالا وهذا الشرط إسكاللغ ويوه أذيك أنا وحفا إذا كوكو مجرته كاكر أنا وحفا إذا كوكو مجرته عقد أنا وحفا إذا كوكو مجرته هدي الله شرطي هذا الله شرطينا وحما عنا مصمين أيو صح العقد واصحيا صورة قدام بيسانا ولا غش شرط شرطنا اللغو نقريا محاكا مدى أدوان بعد إيسا رهن إيسا أدوان كهبه كيرعانا إنو نمان ربا بريس إنو عنان ربا روتي إلا سيان ربا وشرط اللغوية سببتها أدوان كبير كيسيا نفقدي سوا أدوان لغا ربا وحاد يسو شرد سي كلام لغوية وي أدوان كاقية حولها وحاد سينا يساد كنا فقينا إدنا سلطية أود كبالها وحارك دوانا ومأورة المرهوني على الراهيني بنوتك دوانا حولي هذيك اللي بيلكي نفقدي هذيك اللي غاربي وإنان عنتسيا وإنان روتسيا وإنان بريسيا هذا رأي كوتا الله واحد سينيش صح العقد ولا غشرت انت واحد كفها انتي صدح ذا الشرط من عقدك وحن من مايان لابانا ويبسيئات كاين من حكمة شرام وشرطه وإن شريط هذه سلا شرطيه ما يضر وحن بيا المرتهين أنك الرهن تهيسان أيا بطل الرهن عقدك يشيسك الرهن كوابر أيا هذا شروط كدرته وحي السقر نبقو كين أيا تسالي إنان لقدي كرين مركي وقتك دينت لقارو دينت هدام بحيم وايو رهن كي قال الله ما قادي كارو ومحب الرهن كوهيستاي وكفر أيا هدو دينتي كاوا يا إنو قطايا هيدو كبو استحقيسي لما قادي كراهدا تراهدو إسنا قبلتو يراهدو رهن كا وحبك همتشلو وايا وشرطي مقتضيه يا مقصود كي قصد كي عقد كي هشي لقالا هابا شرطي برينا يوي كهري مرايا شرطي وحدا با هدو مرتهن كاقليبا يو عقد كي وحي اللوتشي دي كهري مرايا بطل الشرط وبطل العقد شروطا مقصود كي غاية دي هدف كهشيس ككهر تماتاي هشيس كنبي باب ديسا وإن فعل مرتهنة هدو نكي الرهن تالها أنفع أيو وضر الراهنة ننك الرهن رهن تبقينا أقلب أيو شرطي أذيكي الرهن تبقية دمارات تبقية حولها لها كقلب أيو إساقنا أنفع أيات شرط دي أذيكي باكيان أيو كشرط منفعته منفعتي نافت الرهنت إنه للمرتهين إنك الرهنت هو هيستو إسكي ياشو باطل الشرط شرطك باطل واي وحسن حق لهنا دادو الشرط دو قريقنا الرهن كاقر نغي وحيري بشرط هدو الرهن يهي إنان دقون بلاش كود دقون باطل الشرط شرطك أنا أحبك ماتشيران وكذا الرهن نوابريا في الأصحيح سيدة راجحة عقدك وابريا إساقنا سببته أه وح باطلا للشرطية يو منفع ذي هات لو عد انتفاع سريسا إنه قلان قل أيالتي أول أيالان لحي وحو حق لهان لها بلو دي دي ولو شرطها شريطها دي للشرطية أن تحدث إنه سود الرسول صلى الله عليه وسلم كعسبوناته زوائده وحي كسو كرناي مرهونة حالتها من رهنتي كمدة فلا ظهر سيدة راجحة بين أقوال الشافعي نفسه فساد الشرط واي وأنه شاني متى فسد فسد شرط قبلكم فسادنا فسد العقد ما فسادية رهنكم وحو النقون كرا النفلي لحول النور يوحى النفلي هاي بو النقون كرا هديو النفلي هاي رهنكم مدقر بقاضا كرا يدماردو نافكي هدي أورجبه كدمنا المرأة المهاسم الرهنبة مايا
waaye ilmahan hooyadii baa rahan ahayde isagu rahan ma ahayn. maadaama ilmuhu uusan rahan ahayn, haddaynu tiraahno neefkan iyo waxa laalay wuxuu dhaloo dhanba rahan buu noqonayaa iyo damaanad, shardi baatila wey. sababtu halkan baatilka u noqday waxaa ka mid a waxa uu dhali doono lama yaqaan, qiimo uu yeelan doonana lama yaqaan. rahantii iyo damaanadan waxaa loo dhigay xaqa lagugu leeyahay bay ku qiimaysnayd. waxa soo kordhi doona intee in leeg buu qiimaha ku dari iyo muxuu noqon midna lama yaqaan. waxa uu noqda hadba nooca iyo midabkiisa iyo jinsigiisuna kala qiimo badan. caqdigii waxaad isugu keentay bayna macluumin wa majhuulin, baad hal siiqa caqdi ku kulmisay, wax la garanayo iyo wax majhuula. marka fii xaqi lmajhuuli waa faasid, fayafsudu fii xaqi lmacluumi, waayo caqdigii labadoodu wada jir ugu dhacay. fii ladhhari marka lagu yidhi muqaabilku wuxuu leeyahay yasixu fi lmacluumi laa fi lmajhuuli, inta macluumku ku asaxayaa kakale kuma asaxayo. waxaa dib ugu noqon masaladii labada aqwaashii ku jirtay tafriiqu safqa, khilaafkii ku jiray baa yajrii calaa haadihi dhe marka. wa shartu lcaaqid, intaasi waa rahanta shardi haddii loo xirayo. cidda heshiiska gelaysa ee rahanta dhigaysa iyada maxaa laga rabaa oo shardi ah? wa shartu lcaaqidi, qofka caqdiga iyo heshiiskaa gelayaaye kownuhu inuu yahay weeye mutlaqa tasarufi, tasarufkiisi iyo takrifalka maamulkan mid u madax bannaan oo xor ah oon xadaysnayn inuu yahay waay. qofka rahanta dhigaya qof suu raba xoolihiisa ka yeeli kara waa inuu yahay. maxaa meeshaa ka baxay marka? falaa yarhanu lwaliyu, weligu rahan ma dhigo maala sabiyi, ilma caruura maalkii, ee walmajnuuni, mid waalan maalkii ood mas-uul ka ahayd, rahan isagama dhigi kartid, maalkaagoo kale la mid maaha. hadduu qofkani safiih yahay isna ma rahan ma dhigi kara xoolihii. hadduu xajru tafliis ku dhacay, tafliis iyo xajir ku dhacayna isna xoolihii rahan ma dhigi karo hadduusan milkigeeda lahayn, idanna uusan u qabinna rahan ma dhigi karo. an yakuunuhu mutlaqa tasaruf, mid tasarufkiisa iyo maamulashadiisa uu xoolihiisa maamusho ama ku takrifalaay u madax bannaan oon xayiraad ku jiri waa inuu yahay. falaa yarhanu lwaliyu maala sabiyi waalmajnuuni, walaa yartahinu lahumaa, rahanna uma qaadi karo xoolahoodii intuu dayn ku bixiyo rahan ma qaadi karo. ilaa lidaruuratin aw ghibtatin daahiratin, labadaa midkood maahane, laba sabab unbuu qofkii xoolo dad kale mas-uul ka ah oon iyagu idan bixin karin, laba sabab xaala midkood unbaad rahan dhigi kartaa xoolahoodii ama aada iyaga rahan u qaadi kartaa. lidaruuratin, inay daruuro tahay, ilmihiiba raashin iyo waxyaabay daruuro ugu baahan yihiin, wixii lagu gadi lahaana ma haysid oo dayn baad ugu soo qaadi, rahan la-aanna waa lagaa diiday. lidaruuratin waaye aw liqibtatin daahiratin, faa'iido daahiroo weyn, qibtadu waa faa'iido weyn oo lama filaan ah. inaan faa'iido lama filaanoo iyadoo kale la helin aad rahantan ugu helayso, wixii malyanka joogay baad 500 ugu heshay, 500 ma haysid, waxaa lagu yidhi waayahay dibaad ka keentide rahan dhig, rahan baad dhigaysaa. waayo waxa malyanka ahaa 500 in lagu helo, rahan 500 loo dhigo loo soo raadiyo, iyaga faa'iido weyn bay ugu jirtaa. qiimo malyan ahaa 500 laguma helo, haddii aan suuqa taasoo kale lagaba helin waa fursadee ha ka fakin, rahanna dhig. kuwan markaad guddana faa'iido weyn bay ku fadhiyaan, laakiin wixii suuqa celceliskiisa ahaa khatarta xoolahooda ha gelin. xoolo gacan ka baxay inay lumaan ba aada u badane. walaa yarhanudii weeye, walaa yartahinuna sidoo kaleeta weeye, inaad xoolahoodii intaad bixiso faa'iido weyn laguu saaro oo lagu yidhaahdo wixii 500 suuqa ka ahaa
كم بقى لقاسي سنة يا لكن ملام مال موديسي إن أترى هذا رهان دجا يجا فإذا بلام باوشر تسيدا موقتا تقديرتي قياستي قيمين تسوق مبارا وحلوك لقتا وحي الضرورة يغبطا عما فإذا موقتا أن يدو كرآن لوه لنا وعلى قصة ما يكرتا انتانا عدة انشيس كقل يسير رهان تدقى يسواي وشرط الرهن رهانت اللفت هذا واحد رهانت النقون ايانا شروط لك الحرارة يا معها محار رهان نقون كرم كونه ينو يهيوه عين الشيط عين او ذات له الله تعطفل اصحي سيدة راجحة واحد رهانت مارد يقول لك يساعي وعينو عين يهي منفع من نقون كرم مالك والله عين يا منفع واي منفع ذو قولي بركات كريساته دقنا شهو مال لكن منفع واي لكن وحانتي وحان لقم مالا لقم بارمي واي ننكي لهانا العقدة وحو قاطي منفع ذا مالكو يبسدي قاسو العقا قاطي اما حولكا قاطي لكن منفع ذو رهن مقشو رهن وحان كاقات لقاي gurigan ichaal kiseena daganaata may raa laga ma dhig karo gurigan aan kaaga dhigay baad dhig kartaa waa shartiga koobaad sadarteed inuu cayn yahay way saxu waxa saxayse rahanul mushaa'i rahanti baahsanayd baa saxayse cayn markuu yahay aynaad kaliya milkiida sharti maaha ayntan haddad milkigeeda qayb ku leedahay نعم قار وحلو تاوان كرماها إلى الله قيبيو المشاع وحال إرادة ملك داد إذن كان لحايا وحاد وذليذهين وحاد وذليذهين قيب باطل هذا هاي لكن قيب تاوان معنى هذا ماها النف كان حول هذا وذلين هاي أنه مضح هذا هاي أنه من جهن لها هاي ماها قيبتي عن لها مضح إلى من جهن بحسنته قولي قرر هذا أنه وذلين هاي معنى هذا ماها أن الباب كان لا هذا هي أن داقة لا هي ما أن تير كان لا هذا هي أن الدرب كان لا هي ما أن الجدار كان لا هذا هي أن جوشا لا هي ما قري قيرين وضعي على الناي جوشا وضعي على الناي والجدار كان وضعي على الناي وتير كان وضعي على الناي وداقة وضعي على الناي الباب كان وضعي على الناي وحن قارو كلا لا هي متشو ملك جا وضعها إن شاء نوع عاصة الملك المشاعب عليه هذا وملك وضعي على هذا هي عينته لكن وحي الله هيد وح قارك وصو عنه وحوح واحد تكاب نحشره قيب تاذي هذا شر كان جريجان كلها أما جاريجا كلها أما جاريد كان كلها أما عين كان كلها بان رهن كده واضح كرتايا وعين والأم هو يا للرهن ده كرا دون ولدها أو المهر كشرين يا وعكسه عكس هذا المايرو نوغا ينا الرهن بالغا دقي كرا لكن هو يدي عن لسعنين مسألة ذا آذو حيوون عيسى باب الرقيقي أدوم هذا أدوم تعالى المهدونا وأدوم كاقي هشا أدلا هذا هاي المهد نشا يالي هشا هذا المهد يالي هدي أوركا أوركي ربي هدو نكال لي هينا أورك عبها مرة عن صوما حوله حوله ملكه هو يدود بالرعان عبها مرة عن المهون الرقية أدون لماذا هو يدود الرعاية عبها مرة عن عبه المها كان لا يحره تاجن بإسلامتي أدون الله هذا دو المكان له حولها عجيبه ولذلك والولد يتبع أم يتبع أمه في الرقية والحرية هل كوافحت الزوما؟ هل كأدون كاجي نك هاي الله هاي؟ هدول ناق حنا كلا جورسدو وأدون كلا أدون تا كلا نك كلا علم هاي دشلة. هديو ناق حرا جورسدنا علمو حروي. أذوق بلي. ولذلك الولد يتبع أمه في الرق والحرية مرجع قصارت. صدرت أدون تا ذيبا علم دشلة. علمه بركان أذيع كورد نارين بو أدون نقطة. هذه حتى يكون نشر المها واحد لا بأس نشر اسمه يشاء محارم ترحم كمحرم كملك يسمى قلو حتى هذا تسوق كسوق قدو
qabiltu markaad dhahdaba otomaatig xor buu noqon. Dadka raximka iyo maxramka inay isbilkiyaan lama ogola. Saas darteed haddii lagu yidhaahdo addoontaadii ilmahay dhashay waa kuu addoon, toos waxaad u garatay adig kuumayna dhalin, aabbahaana umayna dhalin, walaalkaana umayna dhalin, wiilkaana umayna dhalin. Taa horta qabso maxaarimtaada maaha. Marka hooyadii addoontaada ahayd ilmahana haysato, ilmuhu addoonkaagii ahaa, iyada rahan intaad dhigto, ilmuhuna wuu iska nuugi, hadduu ku irmaan yahay muu iskala joogjoogi. Ama ilmaha dhigi iyadaan ahaynoo ilmuhu waa rahan, laakiin iyada ahaynoo nuujinoo gaga iyadu ka ag dhowaan, waayo in la kala geeyo lama ogolo. Baabul beec baan ku soo marnay. Wa cinda alxaajati, markii loo baahdo in la gado. Yubaacaani, waa la isla gadi, waayo nabiga yidhi man faraqa bayna waalidati wa waladiha faraqa allaahu baynahu wa bayna axibatii yowma alqiyaama. Nabiga hore isaga yidhi sallallahu calayhi wasallam, lama kala gadi kara ilmi iyo hooyadii aan ka maarmin. Yubaacaani, waa la isla gadi, ama hooyadu rahan ahaato ama ilmuhu rahan ahaado. Wayuwazacu thamanu, koodii rahanta ahaa baa xaqii deynta laga goosan. Qadarka lacagtan isaga uu kaleeyahay see lagu ogaan. Wayuwazacu thamanu, lacagtana waa loo qaybin. Markaasaa waxaa la leeyahay kan inta ku soo aaday baa rahantii u dhigantay u qaada xaqaaga, inta kalena hadday deymo badan jiraan dadkaad ula siman tahay xaq dheeraad oo gaara kuma lihid. Se lacagta loogu qaybin marka wala saxu sida raajixa annahu tuqawamu lummu, hooyadaa la qiimayn waxdaha keliya. Uma maca alwaladi, haddana iyadoo ilmo wadataa la qiimayn. Fazaa'idu, inta soo korodhay qiimatuhu, ilmaha qiimihiisa intaas waay. Saasaa loo qiimeynaya. Hooyadoo keligeeda suuqa waa imisa, iyadoo lamaan oo ilmaha wadatana waa imisa, inta soo korodhay ilmaha keenaysa umaha. Saasaa lagu kala garanayaa buu ku yidhi. Asaxu alaqwaali cinda alasxaabi. Tayib, warahnu rijaani walmurtadi ka baycihima, addoonkana rahanta dhigaysa hadduu dhiig qabo, dhiig buu qabaa. Addoon qof soo dilay ama qof gacan soo gooyey ama jinaayi iyo qisaas soo qaba, rahan ma dhigi kartaa? Addoonkaagii oo ridoobay, muslim ahay oo gaaloobay, isagoo murtada, rahan ma dhigi kartaa? Waxay la mid tahay buu yidhi ka baycihimaa, ma la gadi karaaba ila xugunta. Waynu soo marnay. Midna waxaynu ku soo marnay qaybtii hore buyuucdaan ku soo marnay, midna baybtii cuyuubta lagu radinayay baynu ku soo marnay, midna rahnu rijaani baycisa tafsiil baa la geliyey. Jinaayadu hadday raqabadiisa ku tacalluqdayna lam yasix baycuhu wakadalika la yasixu rahnuhu, ma saxay. Hadday jinaayadu dimbadiisa ku tacalluqdayna saxa baycuhu wa saxa rahnuhu. Amaa murtadka fayasixu baycuhu wayasixu rahnuhu. Saas lagu soo yeedhi khiyaaru lcayb. Markaan soo maraynay qaybo ka mida waxay ahayd kan murtadka, walow qutila biriddatin saabiqatin daminahu lbaayicu fi lasax, nin baad neeka addoon ka yibisay, addoonka isagoo haystuun baa la soo qabtoo riddaa ku sugnaataye, warma toobad keeni maya, qac qoortaa la jaray. Riddadu sabab saabiq u ahaa. Ninkii baayacaa lacagtii soo celi baa la dhihi, beeci ma asixin lama leh, laakiin lacagtii baad soo celi. Kanna sidoo karun baa lagula macaamili, haddii riddadii loo dilo rahan kala keen baa lagu dhihi, adaa damaanaya. Warahnu lmudabbari wa mucallaq alcitqi, warahnu lmudabbari, addoon la dib dhigay in rahan loo dhigo. Rahan mudabbar waxaa la yidhahdaa haddaad tiraahdo addoonkaaga haddaan dhinto xor baa tahay, haddaan dhinto aniga gadaashay xor baa tahay. Wuu iska sugi, haddaad sidaa ku dhibato inuu xoroobaa dhici karta, ama thuluthiya baabkeed loo eego.
ومعلق العتق حرنتي سكين لغو حري بصفة تلمان لغو حري يمكن أي صورة قلتها سبقها إني كما صهر مرتو حلول الدين الدين وقت قال كذا باطل وحبا كما تشير على لباداس على المذهب كما ذهب شافعية سيدة طريقة الوصو حكاية ذي ملك صابتو أنك مدبر كاه وحلقة يا با دينتون لقارين بإن عظمته أسحروه دينتو وقت جديد لقارين أجش هذا انتهي قشوات لمن كرتا سوما نكن حقي سي محاضة ما نضو أمرك هذا دار دمته وردي كيف أمر دمته وردي دار دمته هذا يكوتا الله دمشاد هذا أنا حقي جي محاضة منك سوما دعي كرتي سوما دي من كرتي دين دي كهر هذا ردونا ديبكو حروب تيري أنا أقول لك يا بنتي الحرو أنتي ما تروح حرو رحمكم على صحيح معلق العتق بصفة النوحوية استلمنا ما شرط بعد كحر طي هبل هدوجي ما دو وحاس هديه ورعاء هبل لو إيمان كرا وحنا وانع كرا يدون ديت وقت جديد لجاري بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل ربك هدوسه دو ده شرط يجي واحد يبقى اللي بهالي كرا نع كرتوا وحبا كم ترى شيء سكاس ولو الرهانة هدول الرهان ديو ما يسرع وحو دق دق يفساد هو فساد كيس علامت عدناش الرهان تقول لك تي تاريخ بيلا هذا يكون عيسى تاريخ يبقى عيسى هذا دوات لك تي تاريخ بيلا عيسى راشين بعد دكتي تاريخ بودا عيا راشين كتاريخ بعد دلوقو قراي وحنا دكتي وحول يجي تشري كرماها ولو رهان هذا الرهان ودي ما يسرع فساده وح فساد كسيه حمانتي سمع شيء سودك دقيسو عنا ضيه خضار إيو واحد ربان يبان إياه فإن أمكن هذا يسورة كشيء كقلتها تجفيفه إن لقلاشيو كروطاب إنسان الرطب كاريوية فعال ويريا نكن رهانت اللون يبي باق الله تشنا يا خرج ككوب بحينا نكن رهانت لقايب على الوصع دلعيا لين حوليه سيوى اللوغوها قاتشي سيدي حق دمارة دوغان نقضان وإلا هدان لقا الله تشن كريم بأ فإن رهانه هدو رهانه غان لقاي بدين حال دين وقت جديد شوغو أو مؤجل أما مدله يحل مدده سو حالو بيسو قاريسا قبل فساده انت عن حمان أو شرط أما أو شرطيو بيعه إلا إيبيو وجعل الثمن لعقتنا وكبلغو رهنا كبلغو صحا وأصحيا وحاني هدو واحد ربو حمان ييهي وأن لقال لكم كرين رهن وحو نقن كراع دور حالا متكوت كو إني دين تتاقن تهي وقت غيري وهذه ماشي كوتا الله كيسان كاحو مانيني دين تيوال لقاري يكين هل كاسان كاسو قابانا ياي وريا عانيقا هاد ديقا فكن بيس دين تي وقت غيري وال لچوغار وريا يسي دين تيدي إيا نقاقين بيس ورليو هاد دان كو كيري دين تي قوري قان كاسو قادي ونلعقتي كسو هالمامي وديكو حالكاس عانا فرشو هسوتي يا جوان خداره سوتي بوكورسيحي هكا يسيدي ما بحمانا يصابو حيلي قيبا لتشوغاي وكسو قاري كرا لما راه واتكهي ونكسو قاري سؤال بس ويدينا يسان هدو كسو قاري وايه حماتيه من هذا لما هرطو ويصوص عطا لكن هدو كسو قارو مددا الرهن هان مو أصحي ها اما مدة ذي وحبا كبلي من لكن وحن تاريخ ذو كحو مانا ايا كود عايو وحا كسوه الرأي مدة ذي عال دينتا لغسو غيو عانا هن لغو كاني سدح معلومات بيتشوغي كران دينتا نبري ويجب رهن من نقوم كرا وحي هاو نقوم كرا اما وحابا لغو هشيي انتان عن هياي هلا قادو لعقتو ذن الرهاني يدامانا ذهايقا تالو يدنا والله سمين سدح راحاله حلوين نقوم كران ويباعه والله قدي عند خوف فساده مركو يروح ماذا لقبقه
ويكون ثمنه لعقتي سنة رهنا بو نقن وهي وحلا قعب صدر إبا مجرى مكاس ودن وإن شرط هذا شرطي منع بيعه إن أن لقدي كريم بو شرطي وحي وفساد أيا وقت جينا وادم بيا لما نقدي كرو يدي لم يصح رهن أصح معي وحر رهنه أصحي مجرى سببته ذو وحي هدور فساد أيو إلا قدر وصل قلين لنا قلتين كرين وحن بريم وفسادية نكي محرهان يا ضمارة النقل وحن كم تشرا ويا وحاس ويا الأطلاق هدو إطلاق يعني لقدم يا هلا قدم من ذا مدهن وصار دقي لما نقل لتين كرو وقت يقول وادير يا هيا وحن ودربو حمار يا هلا قدم يا لقدم من ذا مدهن فساد يدر وفساد يا في الظهري سيد الراجحة مسألة داس مقابل كأظهركم وحأولي هي يصح ويباع عند خوف فساده ويصح سهدو طلاقي مركي فساد كاللغة بقرة سيد هروكري والإيبين إياه مركي قاركوت الإمام الرافعي وحأتيري قول كاس للأكثرين أكثر الأصحاب قف قول كاس التصحيحين الرجحين بوليه مختصر كان ظاهر كهذا الإمام الشافعي سداسو كينيا وحين يرى هذين أصلكو وعقد مطلقة عقد وهدو مطلق نقضنا عرفي قال له عليا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا بانقيني عرفي قلو وحو كينيا نن حولي سيني خسارة مرهبو إساقوا بإنه يكحوا معذان هدو كبقوا وصورة قلتها وإيبين لها ساصدرتها هديك لو أن نسا فيها بإنه أنك مطلق التصرف محلو يرد أنت مطلق التصرف وأن الرشيدة بإنه منك رشيد كان حليس هفا سادا ما أقول هذا وأن هالماما هذا الكوح وكد لغاية هلا يبيو هل كاس إيغان حكتين قول كاسي رقبضا بآد يقول ريحيي وحال لغم مقعابا أبو القاضي أبو الطيب الطبري وحال كارول لغم مقعابا الإمام السبكي يسوي وحوليهي ولي بأسوة بالقاضي مركة قاركون لكن وحوليهي لماذا قول لما كان الرجيح كارو وهي مدبر إن عبوليهيو نن حوليه سيوان قد كنهن اسكاقات عقل ما هي ورك حكم اشتران عقدك يا قاضي نن وحوليه وربوهم قاضي لهاي وهاش هلا قاضي على له الله وضو وقر له ويري سير رقا قاركي وطا وقفين فانا وطا وقفا ياولي ترجيحة آخر أقوالي سبك اللي قولي سلاوي وحيري طيب وإن لم يعلم هدو سنوين قفك رهمت قاذن أيي هل يفسد مفساد أيا قبل الأجل مدد كهر مسمية صح وأصح يا في الأظهار لأن الأصل عدم الفساد ده إذا فساد ده بأصلا وإن رهن هدو الرهن ده ما لا يسرع وحان سودك ده فساده حماشيه سما سودك ده فطرع وحال السود درسي ما عرضه وحبا لغاية وكاد لغاية للفساد من فساد أي وحكاد لغاية حالات بها لسو داريستي تصالي كحنضة قمد ابتلت قويد روبي وحبا قوي قمد وقت وقت دو ما فساد تشريني رهن بعض قادتي رهن كينا واء الصحي روب وحاد دعي مال لبلغي علمواي ومال والبقالي أما قمد بكارتا كتشرتي سيلما فلان بروك يبيه ودوسين ويقيدي راشنك هدو قيو وحما لا أصل كسام ماهين لكن محال سامين لم ينفسخ الرهن رهنك فسخ من مايو بحال سينابا فسخ من مايو بركي هورا هدي أي قياني ما سحن هذا لكن قيانك قدال هدو كيبت عقدك بوري مايو لماذا؟ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قاعدة وحيدها الدوام أقوى من الابتداء صلى الله عليه وسلم ابتداء الله ما أقول هذا لكن دوام كبير معي وحيابا بضم باصر أصوى كاليتنا وحب بالله أقولين لكن هدو بالله ليس كده يبضم باكرة
ولذلك قواعد كدرين يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وهي كم ذا حالات قاركود وإن تيمم صلاة كب اللوضاء لقوه قليل صلاة هذا باللوضاء هذه وقت نحن مرأي أي بيي مادان تكمل ولا تبطل الصلاة لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء إلى آخره. اسكسعر ويجوز وحابنا أن يستعير إنو عاريقاته شيئا شيء ليرهانه سورهان وعده بشرط ماها حولها الضمانة يرهان تعطيق إيسو إن هذا ملكي يدلاله هي شرط ماها إي حولها قفكي مالقها هدو كو إذنو كو أقراضه إن الرهان لكتو ولو قليه ولو يجوز وحابنا أن يستعير إنو سوء عاري يستو صوت تعتب العارقاته شيئا وح ليرهانه وتشدد قصد كو يدوي هاي إنو الرهان لكتو وهو الرهن وهو بالكاس وسوقاتي في قول القول إمام الشافعي اللي قوريه عارية وي والأظهر سيدا راجحانا أنه ضمان دين دين بو ضمانت كيهي في رقبة ذلك الشيء شيء قورتي سسارا هذه عارية كويه مركز الرهن تدكتو وصفه عارية الشيء ما كباقي هان مقام كاوتشوه مايا ضمان بو نقول دين بو ضمانت كيهي ما دام الدين ضمانت كيهي ان المال كاسي الدين تي ضمانت دي هذا كنت تعلقي وما الفرق عاريه هان داني راهن صاحب المال وعشان كرا مركو دونه عاريه هو عقد جائز الطرفين مركو ربولا نقول كرا هداني راهن دين تي با ضمانت دي هذا كنت تعلق دينا بعشان كرا فرق قاس الله هذا قولو دحيه فيشترط مركه وحا شرطها مركه قف كعاريه سنيس للرهن شروطنا لغا ربا ذكر جنس الدين دينت جنسي تهي وا اناد او شيغت قفكي خولها لها وقدره قدر كيديه تيرهدنا وا اناد او شيغت وصفته قاب كيده خيلغي حاله نكونيسيه سدا لو بخيدنا وا اناد او شيغت وا اي قفك خولي سر رهنتي ضمانتا دغيسو وإنه سيوحب وحب دعيان قرها للنقضة هدين لكن عارية أضغى قادة تأذون الشيئين رهن مدهي كرتين وهي إذن وهيستين إذن سيعاد وهشو وإنات فهفاهن تنساق السيسا وكذا المرهون نوائنات شاكتا عد الرهن عنده الله لقيه فلا صحي سيدا راجحا يال رهن تنبيسانا وإنه أقادا ويقف آمن أيه يقف زنك آمن أيه باكلة ترى دين تعذب لجيسه نوع هذا دينه كوا قبل كريم موزر قبل كريم باكلة قف كان الرهن تك قاطي إذحوري سعارية ذا الرهن تلجيسه وإنه ففاهن تك ورقوا دين توا إمسا والنوع سير جور ما الله بحنا يا رهن تيالو إيه بياي وضمانة هينا يا انت ووائن وكرميا فلو تلف هذول انت مرك في يد المرتهن نك الرهنت هيي كعنتي سهدي وحي كدنتان طبعا بلا تعدي واي فلا ضمان ضمان يغديتان لو ما لها انت انه فلو تلف غارين وحين نري ninka ka soo qaadaysay waa inuu inta soo dhan aad u sheegto ogaada falaw lam yahdath maadan samayn adoon u ba sheegin baad caariye intaad ka qaadatay baad damaanad dhigtay dad nin baa raar u haystaa ninka raantaasi ma saxayso. طيب مسألة كلام وحاضر شيكتين انك حوله سن هل مليان بالغوري هي رهن بعضو ليس هل كي مليان بين رهن ونقنيا معقوب بنان هل مليان يا وخي كير رهن واد ما ديي كرتا واي هل مليان بعضو او غلاداي
شن بقول و من باب أولى بكم سين مدن لكن هل مليان هل بقول رهن ما ودي كرتا لعبتي لعب كبدن أما دينتي دين كبدن حولي دين تأوشك دين كبدن رهن ما ودي كرتا لا يصح الرهن في الجميع رهن كما صحي وإن كان قدر كاسو أو قراضي أنا كبدن عقدي أتجلسي فبطل العقد إيهان كبعد كبحدي فلو تلف رهنتي هذي ديماتو نافكي حوالها ها إنك رهنتي وهيي عاو كتن باكوسو بوديو قلف واحد انتي إساو التعدي كما إيمانين ضيعانا كما إيمانين في يد المرتهيري بونا كل انتي فلا ضمانا ويوحاينو إيمان دونا وحينو إيمان دونا يدو المرتهيني أمان يدو أمانة تبعين إيمان دونا قفك أمينك يدو أمانة دي فقادو كدهان وحي قعان وكوها يوح النقضة حدو ضيعات يتعدي كوحد قذب ويكتمت بودا معنا هدي كلامي تاسوا أنك المرتهي كاما دمانا حولها النسدح قعمود بين مرين نوى الراهن ونكي عارية سوقا تيواي ننكا ومعير ونكي مالكا هاواي ننا ومرتهن ونكي ضمانته هيستيواي ننكا قعنتي سهدا يكون لما تيساو ما الضمان يا ليل حوله مسيراس يكاكع كيهين مشي قد مالي فكو رحمه الله تعالى لكن ماذا بك أن علوم هذا أنه وحا إيقابان ننكي عارية سوقا تيسا وضمان يوغري عارية ومضمونة في المذهب واحد عارية وقالته قرية قرد الربا وادقذ ساس درتين اذيقي الرهان تنقي ننكي الرهان كامها يو لكن اذيقو وحبكو مليهد ننكي لكن اذيقو ننكي كلاوادو قذي ولا رجوع كنا قشاء مبنانا للمالك ننكي حولها اصلها بعد قبض المرتهيني ninkii rahanta qaadanay markuu gudoomo kadib kuma noqon karo inta ka horeysa warwaan ka noqday wax igi soo celi u dhigi kara laakiin mar hadii la wareejiyo oo rahan loo dhigay damaanad oo la gudoomo bi idinihi baa lagu gudoomayo xaq bay damaanad u tahay kuma noqon karo faida xal adeyn deynta waqtigeedii hadii la gaaro aw kaana xaalan ama waqtigeedu ba joogay marka la dhigayay ruji al maliku مالك جيبا دب لوغو نقونايا للبيعين اللي يبيو وحالا ليه الدين دي وقت جيدي وان لقاري ننكينا ما قدين وما بحنن علابتي وان قضي ناي اوغو با لور قلين ايا كدب إساقا فرصة الله سين ايا إنو انتو دين تي بحيو حوليه سي لا لا نقضو إيا إنو اقلانا إلا قضو ويباعوا على قضايا إن لم يقضي الدين الدين تهدوسا قدين إساو وان لقضايا ثم يرجع المالك وحكمه وقلنا قرأ قبصان الصبو بما بيع وحي لو قدي به الرهن كي على الراهن كلنا قلنا هي مستعيرك هل كان وحكمه وحكمه هاي هذا يسبو دينتي بحيانا اللي قري هذه كلنا علامت دينتي مع الله قري ومحن كان حوله صلى الله قري وحي لمتها هي مسألة ذني نين دين كاقبي هي نندم من تبيه راهن كنا وانك دين تكاقبي xoolaha ninka dhigayna waa ninkii dambiyeeyay buu kamid yahay oo xoolihiisa ababki booski daminka taagan ninka deynta leh ninkii dahsa uu ku lahaa iyo ninka daminka ku roog ku qabow raw oo qabsan kara waa dalban karay wehiya kadalika wana isagayna way u raatan karaan kaale bixi way dhihi karaan adigana tan aan gadayna ama bixi way ku dhihi karaan hadaa bixi waydo waa la gadi boor isay kartaa laakiin qiimihi baad ogaan ninkii la xoolahaygi wixii lagu galay baradiga kugu leeyahay si baad i hadaan ka rabaay fasl shart al marhul bihi hadara marhul bihi wa xoolaha maqan ee darto damaanada loo dhigayo rahanku waa xoolaha la dhigayo marhul bihi wa xoolaha maqan ee darto loo dhigayo إلا ربو هدو إلا قوستو مرهون عندهنا
waa qofka xoolaha loo dhiibayo. Saas darteed shardu lmarhuuni bihi, shardiga uu leeyahay ka bihi bisababihi, isaga dartii rahanta loo dhigayaay kownuhu waa inuu yahay daynan dayn. Horta dayntu maxay ka dhigan tahay? Xoolo qof ku maqan biidni lmaalikina ku baxay waay, ama dayn caadi ha noqoto ama dayn ganacsi ha noqoto. Haddaa xoolaha iga gadato, lacagtiina aan kugu yeelanayo waa un dayn. Haddaan dayn intaan ku siiyo, damaanadii iyo rahaan aan kaa dalbana waa dayn. Laakiin dayntu labadaa sifay leedahay: waa maal qof ku maqan, gacantiisana ku galay biidni lmaaliki waridaahu ku galay. Maxaa meeshaa ka baxay marka? falaa yasixu bilcayni lmaqsuubati walmustacaarati, dheh xoolo la dhacay rahan ma asaxdo, waayo idankaagaba kuma bixin, dayn maaha, waa dhac. Xoolo caariye loo qaatay cayntaaba la soo celine, wax meel kaleo hadhow laga guto ma laha, caariyada iyada lafeeda la soo celiyaa. Saa darteed dayn damaanad ma leh. Muxtarazaadka gadaalbu ka sheegi doonaa thaabitan, dayntu waa inay sugan tahay, oo dayn ficilan qofka lagu leeyahay waa inay tahay. Ma aha dayn la filayo in lagu yeesho, dayn la filayo in lagu yeesho damaanad lama sii dhigi karo, oo rahaan kuma asaxdo. Si kale idinku mucaamila, laakiin rahaan sharci ama noqoto. Maxaa ka mid a nafaqaadka ka mid a reerkaaga iyo ilmahaagu nafaqay kugu leeyihin, xaaskaagu nafaqay kugu leedahay, maalin walba nafaqadeeda markay gaadhay leedahay, bisha nafaqadeedii keen baa lagu yiri. Damaanad dhig iyo rahan dhig bishan soo socota ama sanadkan soo socda nafaqadiisi iyo biilkiisii haddii lagaa waayo, wax laga goosto rahan iyo damaanada waa lagugu leeyahay, dhig baa la yidhi. Adeer beri dhiman doonaa moor baan u hayaa anigu sanadkanse, inta laysku dhaco in laysfuri doonoba soo ma dhici karto. Weli lama yeelanin, ha la yeesho horta. Ama waxaa ka mid a rahan baan kaa rabaa, oo maxaad iga rabtaa lacagtaan ku daynin doono rahanteedii keen. Horta ay daymi, marka ay daymiso aad igu yeelateen kaa qaadanayo indheh daynta rahanteedii keen, laakiin maanta keen berri baan ku daymin doonaa lama ogola. Laaziman waa inayna laazim dayntaasi tahay. Dayn iyo xaq qof yeeshay oo laga noqon karo waa inaynan ahayn yeelashadiisi. Kamaali lkitaabati wa jucli ljacaalati qabla alfaraaqi, dheh addoon baad lahayd inta haddaadii keento xor baa tahay baa tidhi, waayahay heshiis buu ku yidhi. Adi dhinacaaga waa ka laazim caqdigaas, isaguna waa ka jaa'is. Dayn baad ku leedahay marka. Dayntiinuu kuu keeno muddadii kuu keenaad ka rabtaa, isna uu xoroobo. Tayib, haddaad tiraahda warniyow dayntaas kitaabada damaanad iyo rahan baan kaa rabaa inaad waqtiyada igu keeni, batala, baatil waxba kama jiro. Sababtoo ah dayntu isaga xaggiisa qasabba kama aha. Warniyow dayntaa ma heli kare, addoonkaygaan iska ahaan buu ku dhigi karaa berri. Eber eber waay, addoonkana intay xoolihii wax kaga baaqi yihiin cabdun maa baqay calayhi dirhama waay. Ama jucaalada, baadidaasaa iga luntay, ninkii ii soo celiya intaasaan siinayaa, nin baa ku yidhi anaan raadin oo soo celin, laakiin damaanad baan kaa rabaa markaan soo celiyo, xaqaygii waxaan ka qaadan lahaa baan kaa rabaa, damaanad ii dhig. Adeer intaadan bilaabin waaban ka noqon karaa, adiguna haddaad bilowdo dhexda waad kaga tegi kartaa. Laazimba maaha qabla alfaraaqi. Intaa waa fahantee baan u malaynayaa. Muxtarazaadkaasaa laga cararayaa. falaa yasixu asix maaya rahankii bilcayni lmaqsuubati, cayn lasoo dhacay, iyo walmustacaarati, mid caariye loo soo qaatay, filasaxi sida raajixa. Ereygan filasaxi ah damiir iyo rag lamida way ku qabsadeen, waxay dhaheen waa qalad filasaxi inuu yidhaahdo, waayo khilaafku aad buu daciif u yahaye bisaxiixi, saxiixi inuu sax ka cabiray ahayd. Sababku wuxuu ahaa lafdu saxiix inuu ka cabiro qaacidadii muqadimadiisa markaan raacno, ee ma ahayn asax inuu ka cabiro, lianna alasax quwatu lkhilaafi bay tilmaamaysaa, khilaaf xoog badan inuu jiro. Waxay leen walaysa kadalika,
ولا بما سيقرضه لبدا شرط قيد مقصوبية مستعارة ومحترزات كي كبحي دينا ثابتا نوحا كبحي ولا بما سيقرضه وحد ديمين دورنا ثابت معها ولو قال هدو يرهل لكن قيد كالسد هذا لازم كان فقرض الضنبوي احتراز كيدي ولا يصح بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة وان لكن مسألة كانوا سؤال حق لي ودينتي وحن كدايمين دونه لما أقرا لكن هذا وان كدايمي وانا كعاري رهانتي بل لو قل يو هل سيقع عقدي ولا سعد بشرط أن يكلوا الرجال فلو قولوا قال هذا أقرضتك وان كدايمي هذه الدراهم اللي عقتنا كدايمي كو وارتهنت وحان الرهان وقاطي بها بدل كذي عبدك أعطون كاغن وحان الرهان قاطي أثوى مرض على الرهان ما كاغا قاطي أضم كيجي إن تاسا كاغا قاطي ودينة لعاك تديب بات كيري دون تاوان سوى ذا هل دينة يو مبدأ واسكو سوى وافقني سيغا دي عقد جاي مسوى قارنة مركب أضم كيجي بهل مليان بان كاغا قاطي ودينة واي قاري قان الرهان ما كاغا قاطي أديقنا وحاتر اشتاريتو هل كمليان واكو إيبسلي ورهن ترهن واقود إيه قارئاس صحف الأصحى وأصحى أيضا ما دام الترتيب كاس لكن هذا كلهر ماري سلام يصح هذا ترى هذا أدون كان ديك رهن كارا قاتي تن نوان كديمي لم يصح وهاي الرهن تي بتكون رزيس دينتي ولا يصح ما الصح رهنك بنجوم الكتابة قبل الذي حولها كتابة عدون كاللغو قري قبل قبل كاللو بحين ايينا الدين تهانا رهانكما الصح وهي لازم معها ولا بجعل الجعالة جعالة يا بعضينا إيسو هلاي وحي عدقون ديسي دو قدرتين قبل الفراغ انتان شاقذي الله صوت اما ينين اللي سوهلين يدنا رهان لهم اهكما الصح وقيل وحاله يجوز وابنان يهي بعد الشروع ملكو قد قلو وواي دين عاغ اديغا لازم بي كان نقن
مر هدو قفك شقدي بلاابو لكن اسغو ليس جائز بكته سوماها هل كاسو كضعيفي وهي كتابه ودنا على لازم بكاهي دنا كلي جائز كاهي ويجوز وحبنايه رهن لقاته بالثمن العقد في مدة الخيار حلق خيار البيع على وجهه صدح مع الموت إن خيار البيع شرط دقة حرامي رهن سيدك وانسنيه كنا وما باللازمين محاد عيد لأن هذا آئل إلى اللزوم لوصى ببعض بأن أغربني تي كتابة دي جعالة دي أنوغدوني كو سيغة عقد البيع أصل كادو لزوم بيكين تا مسألة استثناء يروعي كو كو كلان ليس كذلك بيع أصل كيسو سيغة البيع عقد لازم الطرفين كانتا وليس كذلك كان الجعالة ولا الكتابة كو فرق الله بعضنا تاني ومدكو بنا غالبا لازم بيكون معطاء فنزل الغالب منزلة المجزومي هل كاكس عمرك ساس يكون هذين وبالدين الدين تينا رهن باب بنان بعد الرهن رهن كان كتب بيسو هل كي دين تان رهن يدكتو هذانا الرهن لبعض انتاد كانت وكده بقين كرتا وهي حتى أبا كالسوريدي بسيات كينيسا ولا يجوز ما بنانا حد حال كان دابا أن يرهانه إنو الرهن لقو المرهون عنده قفك الرهن تؤكتي ليه هوري بدين آخر الدين كالي في الجديد قولك جديد كشافعي ويجوز في القديم دمرك طن حكاه الله يا وحكاه الله يا وحيت هاي دين بعد يقول هاي دين تاظوا لعب يا ربي هاي قولي قالي أهنا رهن بعد يجهز قولي هاك قالي سارا دين لواد بانكا قاطي إسل قولي يبان إيادر الرهن وهي ساكو إلي قولي قولي الله بضا بواكف يا أما واكب بدن يهيو ما صحيا قولي 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 الرهن وهي ستي أذيقون هو إسلا أذيقي أنيقون هو إسلا أنيقي لكن دايمه هو لبكال دايمه هذه من دين لبعض كعقاطي رهن لبعض قولي الرهن تقوها مكاقاتي كرا في الجديد لا وحيلو ولا يجوز ما بنانا أن يرهنه إسل الرهن كي إنو الرهن لغو المرهون عنده متكو الرهنهان تأوي اللي أكتيسا بدين آخر بسبب دين آخر إنو عقل ما بنانا في الجديد قولك جديد كأنا كو بنانين واكي كل هاد قاعدة ذي فقه يد محيه المشغول لا يشغل مثاله المرهون والمسبل كير رهنتها مال كاني ذمته مشغولة بالدين الأول رهنتها المشغول لا يشغل وحن وغيدين إن الفقهاء الديدين توارد العقود على المحل الواحد قاعدة قوية مشغول لا يشغل كانتما وحيد توارد عقدين على عين واحد لما أقرأ ولذلك لم يصح نكاح المتزوجة ناقن للقبو مهر لواد ما قبط هاي عقد يهور عقدك لك مدى بتيكر وحقف إبسني قفك لك مدى بإبسن كرا والثاني باطل نمبيع إمارة الله قري كوكلا للا مدى بقري كرا لأنه عقد يريد على عقد واي وتوارد العقود على المعلل الواحد لما أقرأ تن لكن في القديم والله أقول هذا وهي وحيد لهن ما دام أي كافي يسو الدغلبة الشخصي اللبضي أون أيهين وأن أقول يه وليبا قول هذا قديم كقبطاي وحيد لهن قديم كحق بذن لأن معه جديد قول جديد أنا وحال سوقوري وحال أشياء القاضي ابن كجن إنه سوقوري قول جديد عن الشافعي أنه يجوز هذا كان حسو قرينا يا قاضي ابن كجو حكسو قرينا يا رافعي في فتح العزيز شرح بشرح الوجيز وكسو قرينا يا القاضي ابن كجو وحده بركة قديمك يمد جديد مع إسكال ميستي هذا الكاس كوح فوق هذا الشافعي هذا كمدة باكوتة أما مزني هالنقضة أما أبو ثور هالنقضة
ama alfaqih ibn abi casruun ha noqdo iyo rag kale oo lamid ahoo fara badan baa iyagu qowlkaa qadiimka ah rajaxay oo yidhi macahu jadiidu ka soco kaasaadna moodaa inuu arfaq binnaasi yahay hadda haddana waa lagu dhaqmaa lagu camal falaa walaa yalzamu intaasi waa rahantii iyo keenitaankeeda walaa yalzamu man laasima rahankii ilaa biqabdihi in lagaa guddoomo maahane ilaa rahantii uu kaa aqbalay waa tan ee qabo markaad dhahdo ilaa uu kaa guddoomo waad ka noqon kartaa miman uu guddoomo yasixu uu asaxayo caqduhu inuu caqdi heshiis galo qofka kaa guddoomayana ahlun lilcaqdi waalmucaamala inuu yahay waay watajrii fiihi waxaa dareerto gasha anniyaabatu wakaalana way gashaa oo labada darafba mid walba qof uu wakaalan karaa inaad rahantan iga geysana waan ku wakaalan karaa inaad rahantaa ii soo guddoontana waa ku wakaalan karaa oo cuquudda ay niyaabadu gasho iyo wakaaladu laakiin laa yastaniibu wakiil kama dhigto ninkii wakaalada samaynayay qabuulkeeda haddii anigu qabuulkeedii aan wakiil dirsanayo laa yastaniibu wakiil kama dhigto raahina ninkii rahanta u dhigaya laftiisii walaa cabdahu addoonkiisii adigii rahanta dhigayay ii guddoon kuma dhihi karo addoonkaagiina ii guddoon ma dhihi karo lianna yada alcabdi ka yadi sayidi isku mid waayo maxaa la diidayaa lian laa yattaxida alqaabidu waalmuqbidu kii guddoomayay iyo kii guddoonsiinayay hal qof ma noqon karo waa masalada hadda tacaamulka fiqiga mucaasirka ee mucaamalaadka loo yaqaano tafriiqu damaan damaanaddu waa inay kala baxdaa adigu xilli buu damaanadaada ku jiray maaliga raahinka aad ahayd marna damaanadu wuxuu ku wareegay murtahinka rahanka qaatay haddaad adigii guddoonsiiso adigiina guddoonto goor muu damaanadaada ka baxay goor muuse ninkaa damaanadiisa galay marka masaa'ilka asaasiga waxaa ka mida yidhaahdaan tafriiqu damaanba ah muhim wey si loo kala qaado ilaa fii bacdi alashkhaasi iyo bacdi almasaa'il ay istithnoodaan maahane wa minhumaaba muraabaxaadka bangiyadu ay sameeyaan hadda yaa lagu dhihi adigii alaabta laguu gadeeyey bangiga wakiil kama noqon kartid oo jeegi intaad qaadood alaabtii soo gado adigiina la sii wareeg laguma dhihi karo waayo marna wakiil bangiga ka noqo usoo guddoon marna adigii isguddoonsii waana tii lagu soo diiday ninka maalul yatiimka haya isaga uu maalkiisii la gadayey iskama gadi karo sababtoo asal waxaa la yaqaanaa baayic iyo mushtari kala maslaxad waay ninka wax iibinaya ninka wax iibsanaya kala dan waay ka wax iibinaya qaali in lagu gado waay ka wax iibsanayana rakiis lagu gato jecelya soo maa haddaan labadiiba adiga tahay seed labadaba daacad ugu noqon seed labadaba maslaxad ugu noqon innagu hadda waxaan moodnaa mafhuumka qaacidadaas thaqaafadda galbeedku inay keentayo waxaan ay u bixiyeen conflict of interest iyagu inay inoo keeneen baan moodaa laakiin markaan fuqahadeenni waqtigaas ay ka hadlayaan waxaan dhimanayaa adigii guddoonsiisay hadhow wixii hadduu wax noqdo rahankii hadduu raahinkii kuu guddoomo dhowaan waxaa soo baxday wixii talef baa yimid cafii damaani man yuu damaantiisa ku jiray isla adigii weye mogtahay waad iska riixi isna wuu iska riixi meel cadoo lagu kala baxana ma laha mar hor iyo mar dambe baad u baahayay haddii la yidhaahdo ilmihii qofkii ilmihii agoonka ah xoolihiisii oo la gadaya adigu gado qiimaha maqaali baad isagaga dhigi mise isagaad rakiis kaga dhigi ma isagaad baksi xoolihiisii mise adigaa qaali iskaga gada maslaxaddu isma heshiinaysa halka maslaxaddiinnibaa isjiiraysa laba maslaxo isjiiraysa hal qof ma wada matari karo mid walba qof u doodoo faraqa ku dhegan oo jiidanaya waa in la helaa si meesha ugu fiican ee la gaadhsiin kara loo gaadhsiiyo waa min hunaabaa dilaalka xataa laga hadlay dilaalku labada taraf dilaal muu noqon karaa bisharti cilmihimaa baa la yidhi inay labada og yihiin wa ilaa haddii kale mid walba adaanka kale kuusoo riixriixay buu dhihi labada qof was dilaal ka qaadanayana labadaba ma riixriixi karo kanna wuxuu ku dhihi adaan qaali kaaga dhigay kanna adaan rakiis kugu soo riixi
labadiiba lacag buu ka qaatay, mikee buu riixi karaa? sheeke buugo beenaa ka dhalan meesha. Laba maslaxa hal qof ma oo isdiidan, laba qof ma wada xaqiijin karo. saas darteed walaa laakin laa yastariibu raahinan walaa cabdahu dheh wafi lma'duuni lahu, kan loo idnay wajhun baa ku jira addoonkii tijaarada loo idnay, maka addoonkii kale loo idnin buu la mid yahay. alasaxu nacamha wafii wajhin daciifin, maya isaga idan tasaruf baa loo ogolaaye uu ku gudoomi karaa. wayastaniibu wakiil wuu ka dhigan karaa mukaatabahu, kii uu kitaabeeyey yidhi inta adayn kanta xor tahay, lianna tasarufkiisa uu ka madax banaanyahay isaga, xooluhu soo shaqaystay buuna xaqu isagu kulaa ku gudayaa, cid kalena waa ka wakiil noqon karaa. marka walow rahana, hadduu rahan dhigo wadiicatan ammaano cinda muudicin, ninkii ammaanada hayay agtiisa, nin baa ammaano kuu hayay, isagii baad wax dayn kaga gadatay, wariyaa ammaanadaad ii haysay, rahan ka dhig, ma dhihi kartaa? rahan u bedel, iyadoo halkeedii taalla oo sideedii u hayso, shalay ammaanay ahaydee maanta waa rahan. aw maqsuuban, xoolo la dhacay, yuu cinda khaasibin, ninkii ka dhacay rahan uga dhigay, lam yalzam, ma laazimayo oo rahantaasi ma ansa maba taam noqonayso, maa lam yamdi, hadduunan tegin, zamanu imkaani qabdihi, xilli inuu guddoomo ay dhici karto. horta way asaxaysaa dheh, xoolihii ammaanada aad iigu haysay ee kula yiilay daynaad igu yeelatay, dammaanad iyo rahan waan kaaga dhigi karaa, waa asaxi. xoolihii hebel inaga dhacay aad iga dhacday kuma dhigi kareen mugti. waxyaabaha xunxun waxay dhaheen adigana la isuma tiiriye, qof kale looma tiiriye, walow khasaba, qof baa xoolo inaga dhacay, qofkii baan dayn ku yeelanay ama dayn wax kaga gadanaynay, rahan keenaa layna yidhi, xoolihii aad iga qabtay ee xoogga aad ku haysatay, gurigaad xooggii igaga deganayd iyo beertaad xooggii igaga tabcanaysay iyo gaarigaad xooggii igaga qaadatay baa rahan ah, isaguba hadduu ogol yahay ma asixi? nacam. goormaan laga noqon karin oy laazimi, waqti meesha xoolahaasi yaallaan iyo goobta aad joogtaan inta loo kala goosho la guddoomi kara waa inay ka soo wareegto. filasaxi wey sida raajixa, qolaa waxay yidhaahdeen maya looma baahno. marba hadduu isagun islahayo, guddoonku muxuu keeni lahaa? damaanadiisa inay gasho, waxba soo kordhin mayse, heshiiskaa laga bilaabo aan wada hadalay bay toos u wareegto, isu bedeshay. ammaanadiina rahan bay noqon, maalkii maqsuubka ahaana rahan buu noqon. maalkii maqsuubka ahaa rahantu walmurtahinu yaduhu yadu amiinin bay isu bedeli, yadu khaasibin way ka guuri, laakiin waxba hari. yadii amiinka yadu rahanin bay isu bedeli, waayo kanna yadu amiinin bay, tanna yadu amiini waa. walahaaru sida raajixa, ishtiraatu idnihi, ninkii lahaa inuu idnaa shardiya, fii qabdihi, in la guddoomo. inaad u idanto inuu kaa guddoomana waa shardi. muqaabila nadarka wuxuu leeyahay ma shardi maaha, waayo aslanba caqdi iyo heshiis markaad la gashay, ninka xoolaha gacanta ku haya inuu haya markaad la gashay lafteeda idan ah. yatadamanu lidna buu yihi, idan cusub oo gaar u socdo looma baahna. walaa yubri'uhu, qofkii beri yeeli mayse wax dhacay, irtihaanuhu inuu rahaan u qaatay, can ilkhasbi, dembiga dhaca ka beri yeeli mayso, dembiga dhacuna waa ku lamaaya. waayo xooluhu ninkii lahaa gacantiisa kuma soo noqono, danay kugu qabatay uusan raalli dhammaystiran ka ahayn baa dhici karta inay gacantaada weli ugu jiraan. markii horeba waad ka haysatay, meeluu rahaan ugu intifaacu waay, bilaa buusan xoba kaa gateen ama wax kaloo uga raqaysan rahaan kaaga dhigi lahaa, dembigii khaasibnimadu way kugu socotaa. waxay dhaheen wama alxiilatu, waa inaad guddoonsiiso oo haddana rahaan uga guddootay dhaheen, cindahaa yantahi alqasbu, dhacay markaas kaa dhammaanaya. wayubrihu alidaacu, ammaano haddii loogu dhiibtana way beri yeeli,
أي عن الغصب بيكبريني في الأصح حولها دعوا هيستي هدو قفك كويرا أمانا كبرك تيا أمانا إيوهاي دعيوات كبري نقول محايا لي أمانا ذو وذي عذو ضمان ملها وذي عذو ضمان ملها غصب يقولنا وضمان لبدا وتنافي با كدح يوم ما كل مان ما دام يسغر رضيه سي وذي عو بدلي غصب يقول ضمان ذي سي ويحري ويحصل وحادعه او هرجا صوره قال الرجوع ان لا نقض عن الرهن الرهنتي قبل القبض انت لا قدومين وحادعه كرتا او هرجلي كرتا ان لا نقض الرهنتي اد بخينيسي انت ان لا قدومين سوا قاب بلان با لا نقون كرا رهن بعد ديغيسي وان اسكا اقبشان افكي ولي لا ما قدومين ان اد كن نقطا ربتا قاب بدن با كو فرور دغه نكون كرتا ما كميده بتصرف تكرف الانات سميسو يزير الملك ملك ملكي غا با كساريا كهيبه مقبوضه قف بعد هيبه وسيسود غدون سيسي وليبا ما رهن نكون ملكي غا كبخده قف كلا غدوبي وبالرهن المقبوض رهن كلو لا غدوبي نيكا سوسو ديارينيه مد كلو با رهن دكتور غدون سيرو غدرتي كي قدومي ما اسكالا كان قدومي الله معك ما كاي كتوي كو دافتي وكتابات ادون كد رهانت و دغيساي او ولي لغا قدومي بعد هشيسكي كتابدا فكاتبوه من علمت فيهم خيرا بالله قشاي وكذا تدبيره ان اديب كو خوراي سرا والله مد في الفارس راجحه و ادون مدبر الرهن ما غلينو سو مرني وباحبالها ادون هداي هي انو اورايو أدونت هذا هو رئيسه أدو الله هيدنا وإن تادو تكتادو قلموتو أركو صباحنا رهان لابان ديجي كارو محايا لي أدون تاسي لما قدي كارهدو رهان كان وحالو قاتي إن لقادو ولما قدي كارا محاد كوادان لا يجوز في المذهبي بايع أم الولد مكا إلمكو نشو أم الولد بين نقن أم الولد لما قدي كارا في المذهب هذو هذا لما قدي كريت رهنتو هذا محي تري لا معنى إلا واحد قال يسوي كم فائدة سنكره لا الوضع تجمد يا جلمدو عن أور لسعنن ما برينا يسوع وايو أديك سقيب إلا ميت تهيبور أديك سي استخدام كنا ما بريه والتزويج إن أتجوريسو أنت أول اللي قدومين هذا تجوريسو بري مايو أو قدومي كرا بعد القبض حداد قوريسا لكن بطل ما صحي لكن انتو اقبلي ولينا قدومين ناق لقبو ادون تاذي او لقبو رهن واتكا دي كرتا مالك تيوم بي لامتا وايا ننكن قوريسا دي ادون تاذي اذي قانا هيني قوريسا دي ايادا هدو يساو قبال لقا دي كرا يساو انتفاع تلك هذي استمتاع هذو لي هاي عقدقو انتو اوهايو وان لقا فسقين ننك ياشمان او استمتاعي ilma hayd ashana barbannin keerahaba yeelanaye isaga istimtaaciisa meeshay u guurtaba haa uu la guuray maxaa ka galay qorteeda ninka yeelan ya ninka gadar ninka lacageen sabab maxaa ka galay qorteeda iska mal walaw ma tal aaqidani aaqidu rahanti wax dhamaan laanay somarta walaw ma ta hadudinta al aaqidu ninka heshiiska galay baad dhintay labadooda ku dooni ma han noqday ki rahanta dhigayay iyo ki qaadanayay قبل القبض انت لك القدومي وحنا نسى واحد دعي كرما وحال لا شيكن يونا و و خن دعي كرا ايغو كلا دعهن لا اركي انغو ولي كلا قدومين با ميد كان قلف يري او جن اما وا واشي ان و خ قدومي كرا تكلفتي صلاحيتي وكبحي او تخمر العصير اما عصيركي يا جوسكي ان كلا قدومي لهين الرهنت النقل لها أبا قبيري أو خمري سو بدلي أو أبقى العبد أما أدونك أبا نوتي لم يبطل الرهن بري مايا في الأصحي رهنك بري مايا أدونك وحي لم يتهي سوى الرهنها هدور نونتو لم ينفسخ فكذلك لما ذاننا عدي وارث كاحي أمبا قفك إنتي بوسكي سيقل قفك واشين عدي ولي قوة هيد باقل
casiirkan khamriga noqdayna inuu khal isu bedelaan laga yaabaayo waqtigii iyo cilaajkiisa la sugi cala almadaahib walaqwaali marka walaysa liraahini ninkii rahanta iyo damaanada xoolaha dhigay xaquma laha almuqbidi ee guddoonsiiye wareejiyey mar haddii lagaa guddoomay tasarufun takrifal uma banaana yusiiru lmilk milkigiisa ka saaraya mar haddaad xoolihii rahan dhigto oo lagaa guddoomo wax gadis iyo xorayn iyo hibayn la yidhaahdaaye ma jirto waxba kama jiro maanta o dhan haddaad gadda asixi maayo maanta o dhan haddaad xoraysana asixi maayo maanta o dhan hibe haddaad u bixisana asixi maayo waxba kama jiro xaq dad baa ku tacalluqay qoortaa lagu dheggan yahay haddaad waxaad rabto horta deynta ka soo xariga ka soo daayo deyntii bixi ama ninkii raalliha kaaga noqdo ogolaansho ka soo hel laakiin fii ictaaqihi hase ahaatee xoreyntiisa gaar ahaan aqwaalun dhowr qowl oo shaafici kala duwan lagaga wariyey baa jirta adharuu kan ugu xoog badan yanfudu waa fulayaa min almuusiri qofkii xoolo badan laa min almucsiri faqiir maya qofkii xoolo badan addoonkii wuu xoroobi wayaqramu wuxuu gudi qiimatahu qiimihiisa yowma cidqihi maalintuu xoreeyey rahnan xaalu yahay rahnanta iska xaale dimcanu kuwiisu qaban waayo ama waxaad ka iska tidhaahdaa ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع به رهنا حالويا رهن كذي نك شرعه ما دام حرين تعضوا مدى أدو تشعليا نك أن حول بدية مسألة مسألة أن كجرب حجنان هاي صنع أم حيا هاي هذو قفكو أضو قيم كل هاي حرايو فإن كان موسرا عتق عليه سماين milkigii dadka kalen xoray nin baa qasab ku xoroobay kanna isagaaba wadalehe min baabi awlaa taa maxaan ku cilaynay sharcigaa xoraynta aada u jecel tanna waa isla iyadii fayactiqu hadduu xoolaa xoolaleh laakiin qiimihiisiibaa qasab ku keen la dhihi markuu keenana qiimihiisiibaa la dhigi ninkan isagu muxuu rabay addoonkan intii loo gadun buu qiimihiisa raan u qaadan lahaa xoola soo maaha qiimihii waaba lahayaa raa u dhigay adna wax maadan khasaarin addoonka nawa xoreeyo qaradkii sharciga waa la fuliyey laakiin faqiir hadduu yahay aan qiimihii bixin karin ninkan xoolihiisa ajir baan heli ninkan xoolihiisana waan ku ciyaari maya 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 adeer meeshan oo kale ajir lagama daydee haddaad miskiin tahay waay way lam yununafidu haddaanaan fulinin hadduu faqiir noqdo oo fulin mayna dhahno fanfaka uu rahankii ka soo fakado lam yanfud ma fulaya fi lasaxi sida raajixa laba xaala mid haddaan samayno muqaabil aladhar haddaan qaadana aqwaasha kale ee la fulin maaya mutlaqan leh ama adharkan qaybtiisa kale aan qaadana ee isku wada raacsan yihiin ee ninka mucsirka ahaa ma xoroobayaa niri addoonkii ma xoroobayayna niri muddo kadib ninkii xoolihii ama waa laga cafiyey oo rahankii baa loo daayey ama isagoon laga cafiyin baa rahankaagii waa kuu celis la yidhi ama isagaaba deyntii bixiyo addoonkii baa rahantii ka soo baxay looma iibinin waana kii xoreeya waagi muddaana ka soo wareegtay hadda markaa uu deynta ka soo baxay ma xoroobayaa maya lianna cidqigu waa siiqa iyo tasaruf waqtigaa lahaa imaa inuu fulo waa imaa inuu baatil noqday ahayd baatil buu noqday تجديد يا إنشاء جديد بو باهي مر عصب إن دي بلغي رأي ولو علقه هدو عتق يكوحره بصفة تلمانية شرطي هدو هبل يهبل إيماده أدونك واحر بويري أدونك إلى الرهن بميرو يا الله فوجد دوال لهلي وهو الرهن إسمه الرهن وصفات إلا هلي فكان إعتاقب لمذي هاي هدو موسر يهينا وحرون هدي كلنا ماي أو بعده بعد الفكاك بعد الرهن rahan markuu ka soo baxay kadib buu qofkii yimi shardiga lagu xiray nafada cala asaxiixi qowlka saxiix ee mukhaalifkiisu cinda alasxaabi daciifka jiddan yahay wuu fulayaa waayo mucallaq buu ahaa xilliga uu yimidna ninkan wax rahan oo qoorta ka saaran ma laha wuu xoroobayaa marka halkan walaa rahnuhu ligayrihi waxay ku xiran tahay waxa kitaabkan dhibka badan ku keena naxwe ahaan dadkan naxwada aqooni tan oo kale wey halkan waxay daba socotaa walaysa liraahini lmuqbili tasarufun yusiiru lmulka walaa rahnuhu ligayrihi halkaasay ku cadfan tahay
waxa labaad ee san xaqu lahayd intii kale tasaruf yuziiru lmulka farc ka ahayd iyo masale laga soo reebay dib u noqo marka tasarufu yuziiru lmulkaad joogtaa walaa rahanu inuu rahan uga dhigo ligayrihi qof kaloo ninkii ahayd gurigii ninkan uu daynta rahanta kaaga haystay nin kaloo dayn ka gashay isna rahan labaad muga dhigi kartaa maya mihaaluhu lmarhuun walmusabalu dheh walatazwiiju inuu guuriyana ma banaano addoontii aada ninkan rahanta uga dhigtay ma u guurin kartaa nin kale maya haddaad samaysana waa baatil walalijaaratu inaad kiraysana ma banaana gurigii aad qofka rahanta ugu dhigtay ma kirayn kartid in kaana daynu hadduu yahay weeye suuradan dambe xaalan waqtigiisii mid la jooga aw yaxillu ama uu daynta waqtigeedu gaarayo qablahaa intayna ijaaradii iyo kiradu dhammaanin qof baad ka kiraysay heshiis sanadaad la gashay ninkan dayntiisiina way taagan tahay dayntu waxay keenaysaa in loo gada haddaad bixin weydo kiraduna waxay keenaysaa inuu ninkaa u xanibnaado qiimihii bay hoos u dhigaysaa guri ninka kirada ku jira aan laga bixin karin caqdiga kiradu waa laazim bacda albayci buu jiri cuquudda laasimadu ka mid yahay haddaba ninkii kiraystay lagama saari karo haddaad dhimata lagama saari karo haddii aad mas-uuliyadda ka baxda lagama saari karo haddaad gadda lagama saari karo hadduu asaxda kiradu saas darteed haddii ninkii xoolihii uu gadi lahaa guri ninka kiraystay ee ku jira aan laga gadi aan laga bixin karin ama lagaaba gadan maayo ama qiimihiisi iyo kakee baa hoos u dhici laakiin hadday kiradu dhammaanayso sanad kadib weeye kiradana lix bilood weeye waa lagu ogolyahay ilaa waqtigii laga gaaro walidaalika shartiga in kaana deynu xaalan aw yaxilu qablaha saa wey walalwaduna uma banaana shan kaga dhig walaa rahnuhu ligayri wala tazwiiju wala lijaaratu walalwadu haddoonaad rahan u dhigtay intaad usoo dusto ma reereysan kartid addoontaadiya sax asalkii milkulyamiin bay kugu banaanayd laakiin rahantani haddaa addoontani hadday gabar ahaydna bakaaradu qiimay leedahay hadhow hala gada haddii la yidhaahdo haddii kalena laba gooraba inay uuraysataa laga yaabaa hadday uuraysato ummuwalad bay noqon hadday ummuwalad noqotana lama gadi karo saa darteed waa in lagaa hor istaago oo yur lagaa dhahaa wala ratu laguma ogolo fain waatiya haddii intu usoo dhuunto si uu yeelaba uu tagana fal waladu ilmahay dhashay xorun weeye waayo yaa yeelan lahaa isagaa yeelan lahaa laba isdhashayna isma milkiya waan soo marnay maxaarim soo sooma wa fii nufuudi listiilaadi istiilaadkii inuu fulay umuwalad noqonaysa xukunkeedna aqwaaru licitaaqi inay xoreyntii aqwaasheedii oo kale ku jirta dheh aladharu haddaad xoolo badan leedahay umuwalad bay noqon qiimaheediina waa lagaa rabaayo rahan baad ka dhigay fain lam nunafidhu tan laakiin waxbay kaga duwan tahay xornimadu inay markaaba fulayso aqwaashii ictaaqaa ku jirta laakiin qaybta dambe fain lam nunafidhu way ka duwan tahay fain lam nunafidhu hadda haddaynaan fulin oo fanfaka ay rahankii ka soo fakata haweentii iyadoo ilmo dhashay intay rahanta ku jirtay nafada fi lasaxi istiilaadkii wuu fulayaayo umuwalad bay noqonaysaa liana alixbaala ficilkaasa aqwaa min alictaaqi bilqowli tasarufka ficilka iyo waxa ka dhashay ilmaha baa aqwaa min alictaaqi bilqowli ka soco fulug maatad hadday dhimato bilwilaadati hadday ku dhimato uur bay qaaday rahan bay ahayd way umul raacday gharima wuu gudayaa ninkii sayidkeeda ahaa qiimataha qiimaheedii rahnan xaalu yahay qiimahaasi fi lasaxi dad bay damaanad xoolo ugu tiile qiimaheedii oo damaanada halkaa soo dhigi fulubaatad bilwilaadati waxay xasuusisay qiso maalin dhaweyta sanadkan raantiisiina soo martay irin boqosheen gartaas gar la isu qabsaday wiil iyo gabar baa duurka iska raadsaday si sharci daroo xaaraan gabadhii waa uur qaaday uurkii bay ku umul raacday aabaheed wuxuu yidhi gabadha magteedii baan rabaa waa ninkii uureeyaa sabab u ahaayo magteedii baan doonayaa wiil gartaasoo la isu qabsaday masaladeedii inaad soo badhaan baan idinka rabaa
يانو ديرها مسلاس يا انا صواب بعدا ما لك رب انا ديك الري يا فرت وتاري هي كو يا الله يا صدح افر افرت الناس افرت تاري ما انت واربعه وانا وصلت ذا مرخاص اسوي ما لنا مسلاسنا وله حولي هي نكي حولها لها الرهنت دغاي كل الانتفاع انتف كل انتفاع انتفاع كسته يا نفسي كسته سا اسكله لا ينقصه انوس دغينن كركوب انو فولو وسكنا انو دغو غريغا الرهنت يا دمارده دغت وادي كرتا للبناء انو ماشي بنانيد وح كدسو يا والغراس جيده انو كتلالا ملها دسم دم بعصبنا كما دسي كرتي جيدنا كما تلالي كرتي واي نكن حقيسو dul banaan bu ku tacalluqay hadhowna dul banaan bu gadan kara dad guriye geedo ka taagto hadhowba guriyaha la dumin ma geedaha la fujin xaqi seele idin kala leeyin kala furdaamin iska sug inta raantu ka dhamaanayso fa in faala hadu samayo lam yaqla fujin maayo qabla al ajali ila muddi laga gaaro haday dhacdo in aad isto ama geedo ka taagto ka talaasho waxba fujiye dubi lagu dhihi maayo إلا وقت جاش لجار، جاش يمركي لجاري، دين تيسكب بحب على وده، هذا تيسكب بحسه مع السلام وحبيس كم هاي زطان، هذا دين تيسكب بحب ويدو، وبعده جاش يكذب، يقلعه فوتشنا يا، إن لم تفي الأرض أقولك هدين أنتو فين بالدين دين تي، أو زادت أو في الأنتو أي بسيب براتي به بسبب القلع يكسي بدنيس. فجنت درتين اما وزادت قيمه ذو اي ككر ليس وهي ماي به بالقلع ككر ليس دلكي هذو قيمه غدن وايو واين نراهن مركه جيدها لغا صار قيمه ككر ديه وجب القلع اسمعنا الدين لغا دوميو دلك مركاس او كقيمه بدنانيا واي اسمعنا منفعنا مرا qofkii gatabana hadhow duminteeda kharashkeedii iyo isdhaafinteeda culays bay u keenin ama sababa kale loo diidan yahay oo dhulku in la dubiyo ama geedahan la fujiyo oo qiimihiisu ku ziyadeeyo qalci way xalku kaliya thumma in amkana intifaacu kadib haday suuroodeen lagu intifaaco rahanti iyadoo rahan ku jirta bighayr istirdaad wuxuu noqday intifaaci uu ku soo laabtay dulki waad ku intifaaci kartaa rahantiina waad intifaacsan kartaa tayib shardi uu ku xirayo waxaan iyadii qiimaheeda wax u dhimeynin markaan intifaacsanayo yaa gacanta ku haynaya ma la soo noqonaya thumma in amkana intifaacu hadday dhacdo suura gashay in lagu intifaacsado bighayr istirdaadin iyadoo la soo ceshanin lam yastarid soo ceshan maayo way wax baahi oo kalifaysa ina soo ceshato ma jiro tusaale adoon way adoon buu ka haya rahan adoonkuna waa farsamo yaqaan meeshii saasuba kugu shaqayn karaa isagoo isagu gacanta uu ku hayo oo xeeradiisii jooga buu waxaa rabta kuu samayn karaa alaabtaadii iyo wuxuu kuu samaynaya u geyso halka ha kuugu sameeyo ninkana halka ha ku wardiisto wailaa fayastariddu haddayna suuragal ahaynna wuu soo ceshanayaa gadid inaad fuushood meel ku alaab ku qaadato aad wax ku daldalato ood ku jiidato aad rabta wey wayushhidu markhaati buu u yeelayaa in ittahamahu hadduu tuubo ku kalsoonaan waayo hadduu yidhaahda ninkan hadhuu ama ku dafiraa ama meel kale la aadaa markhaati baa loo yeeli rahantii inuu intifaac u ceshado isu soo celiya ay shardi tahay markhaati ka ahaada walahu wuxuu leeyahay بإذن المرتهن نينك رهانتا هايستي تاكو بيفلها نريوي رهان هايستها إذن كيسا ما منعناه وحن الدينونا لما وحي أن اللي ما بنانا هدو نينك رهانتا هايستي وإذن هو قلاده لحقه بي هايدي ويو بناتا وحن الدينونا يوضاني نينك أصلا حق نوريني إساقي ما هدو إذن هو قلاده فصحه ما لها إساق أمرك ورم على هايدي وصوبك لما تشيريني وبناني ولو الرجوع وله مرتهن كي واي مركه سو لبا ديشيرين
damiirka aqrab madkuur baa loo celiyaa sidii way hadda raahin iyo murtahinkee dambeeyey murtahinkaa dambeeyey wuu idnay wixii laga mamnuucay buu yidhi waan kuu ogolahay dib buu ka fikiray goor buu ka noqon karaa wey haddaba in laga hadlo walahu murtahinkii wuxuu xaq u leeyahay arrujuucu idankii ogolaashihii inuu ka noqdo qabla tasarufi raahini raahinku intuusan tasarufinaysan ku tallaabsan ama uusan falkii samaynin fa in tasarafa kadib halkan mas'ala waaya marka waxaa dhacday waayahay waan ku ogolahay baa tidhi uu dhaqaaqay way kula xumaato waad ka noqotay markhaatihaada waan ka noqday baad ku tiri dadka isagiina warkii ma gaadhin oo hawshiisii uu iska watay fa in tasarafa raahinkii hadduu tasarufo tallaabo qaado jaahilan isagoon ogeyn birujuucihi inuu ka noqday fakatasarufi wakiilin jahila caslahu fakatasarufi wakiilin nin wakiiloo tasarufay bay la xugun tahay oo jahila aan ogeyn caslahu in xilka laga qaaday nin baa xil iyo mas-uuliyad hayo loo dhiibtay xilkii baa laga xayuubiyey wakiilnimadii baa lagala noqday isna ma oga hawshii buu fuliyo tallaabooyin buu sameeyey kaa sidii la samayn lahaa baa kana la samayn masale aadan soo marin oo baabul wakaala kuugu iman doonta buu dib kuugu ixaaneeyey waxayna noqon wakiilka in casala filxaali horta marka la casilaba uu casilmi tasarufkuu sameeyeyna lam yasix ma asaxayo waay adiguna tasarufka aad samaysay waxba kama jiro walidaalika waxay yidhahdeen cinda shaaficiya haddaad tahay waxallaalay wixii dimaa iyo qisaas iyo wakiilnimo lama aqbalo sababtoo ah haddii qifa qisaas gudasho aan ku wakiisho cinda shaaficiyeed oon ku yidhahda ninkaa qoorta iiga soo jar qisaas baan ku yeeshaay way bannaanta inaad aadood soo jarto markaad dhaqaaqda haddaan cafiyo adigoon ogeyna ninkii qoorta aad ka jarto bagtiisi iyo kafaaradeedaa lagugu leh oo anigana maa lay qabsado anu cafis baaban la imido wamaa cala almuxsiniina min sabiilni maa cala muxsiniin min sabiilni haddaba dhibka intaa la eg adiga wakiil maxaa kaa dhiga qoorta kuu geli aradeer qoor baa la jarayaaye adaalehe orad soo jara dhaan intaa dirta dhow ka noqon maysid laakiin dad saa ku shaqaysto mushaar ku qaataa jira dad ku qaataa jira walidaalika waxaa arki jiray sacuudiga xanaabilada ma kala fogin qof marka la qisaasayo dhowr jeer baan tegay meel dad qoorta looga jarayo qasab dadkii loo qisaasayo waa inay joogaan marka taariikhdiisii iyo dacwadii dembigu galay iyo dacwadii lagu soo oogay iyo siday maxkamaddu xukuntay baa lasoo akriyay way maqlayaan hadday ka noqon dhihiwa ninkana waa nin jallaad oo mutakhasis khabiira qoorta dadka jara waay ma seereeyo qofuu bahasha u qaaday lamana gafo kamana kaco ma seereeyo intaasoo dhacdaan taagnaayo weli isagoo seereeyay ma arag mana maqal isagoo seereeyey waa nin khabiiroo bahal bas dhan oo caasimataatu ah oo seefo aan la keeni kaasaa dabada loo faydi markaasuu intuu soo istaagu kolomid lasoo bixi ninkaasi dharka uu qabay isu u xaragoon ayaa baad u dhiban geedkan intuu leeg yahay marka gadaal buu ka taagan yahay intaa wax la akhriyaya seeftu saasay u kala baxsan tahay qofkuna indhaha duuban jinsiyadiisa ma garan ahayd kuwa madmadow iyo kuwa cadcadba way lahaayeen kuwa arkay saasuu la taagan yahay maxkamaddu waxay xukuntay biqadci raqabati xataa almawt buu sugi mawtada marka la gaaro qoorta way maqan tahay ninkan qoortiisa weligaaba luquntiis geli weligaaba dhinaca iso dhig way maqan tahay qoortaas si aad yeesho ma taqaanid saaunbuu dhihi oo meelunbuu dhekaasina saaunbaad dhihiyo dhac qoorta way ku taallaa dadkii haddayna inay ka noqdaan baa laga yaabaya iyagoo maqan waa inay meesha taagnaadaan hadduu qof adoo gacanta taaga waa la joojin inta hadal la akhriyaayo maxaa rabtaa baa la dhihi qof baa dhihi qofkan qof buu dilay mag labaad baan bixinay ha la iska daayo iyagaa la dhihi ma yeesheen waxay dhihi hadday dhahaan maya waxaa leeya qofkan inuu taagaa mag saddexaad baan bixin
هل إسكداي ورمي يا شيخ مالدي أنا رمي كنا يري مين السعودية هذا دهان وكان زي زفت سيف على أولاد تجد نك قف كنا ما قال قش وقف قصاص الودي لو قال قش ودي ما رغنو قف رفت ما رغ نكت الله قصير هدمر كوب بدأ يوم مر مر صاي سير نوحين ماذا حرضنا ما تجرو ماذا حمش عندو كنا أرض الكريم ما رجيرد فين ماذا حرضنا ما رغ محمد حرض الشيخ أنا ما أنا بغضتي قصاصات تجي شري ولو أذين هادو إذنه في بيعه إنه صاق هذا رهنت هذا هي ستي من كي بعد ورا هذا الشين وحيل ورني وعلاقته ما نوبه أنا هاي إيه فصحينا قدان رواي وحات رواية هاي إنت هذا قدو وقت جيل اللي بقارن دين تاع كورة هاي أن دين تي دي صهر مري أنا سكوت دن قادني أن دين تي دي صهر مري أنا إنا قدان كوفة صح ولو أذينا مرتهن كي هادو إذنه في بيعه رهنك إلا قضه رهنك بو إذن يايو اللي يؤجر الرهنك يرود الدجيو المؤجر دينتي وقت يذوب لبناء والمؤجر وحيد وقت لنايو من ثمانية لعكس كمذا لم يصح البيع أصيح مايو بيع السمايو وهي شرط التعجيل كدينتا باباطلة دينتو أجل بيلهي إناد إذن حرى إذن تنوان لهذه إن أذكرنا جراتنا والله ذهاي، لكن قفك إحسانك فصحتانك شرط إن أذكرك تدين دي دتشين تداي ببنانا، ولذلك الذي ذي ضعوة عجل دينتي قيما كعافية قيبنا إيصهر مري بعمل الذي ذي نفكا قد إسكداي، وريها المليان بنقولها نيوسيدات بقول إسي، وحنقولها بشدة بآخر كذا. حتى هذا سديد بقول يسي سلام بقول عن كعفين ضاد هذا عقد قال ربا واي ما بنان ومسألة اللي يقان ضع قي بقى عفي وتعجل ددش هذه وقت جديد للجاري ولا سمين كرا ودك يكوي دو إن ترى ولا لو إنت أنا عن كعفي إنت أنا يسي تاو اللي أقولي ابن أبي حدر القصيد يصير تعصيه لكن ضع وتعجل هدي للديدي قي بنكو عفي إيد ددش هدي للديدي هذا وحب عفين يد الدجي شرط يا حكم جرني وكذا لو شرطها دو شرطي رهن الثمن العقد ان الرهن نقطة في الأظهر سيدا راجحة وحيون حد الرهن لماذا كبحن شرط ان العقد الرهن يقعد لكتر وقعد لك صونا قد يدر الله بوقرا وحن رهنتي عادي وكوة الصحيبة أصل كوكوطة على الغضي حلق قديتان لغو يشه الله قارو لكن انت هذا إذا انت قديتان يساقوا مركوا قد هذا العقد هذه كارسوا اسكد الدجيو وإحسان إحسان لقوك قدوية الحمد لله وآية أركان سأكون دينا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك